لو الحكاية فيها إن فيكو. كده الهواء خلص لأن ما فيش مش متوصل بده. أوكي؟ أبوريك الإيه؟ الحركة الحركة النهائية لده. تمام؟ ده المفروض يكون متوصل بالبطارية دي. فهمت علي؟ ده بياخد الحركة من هنا يديها لدي. اوكي؟ يبقى احنا كده قدام دايرة مغلقة. تمام؟ بتديني طاقة في ايه؟ قبل ما تيجي يكون هنا. الاختراع في القطعة دي. القطعة دي عبارة عن توربين متصارع زي ما انتوا سمعتوا كده. التوربين بيتصارع داخل نفسه. تمام؟ التصارع ده باخده من التوربين احوله على الدينامو. الدينامو بيشحن للبطارية. البطارية بترجع تاني لضغط هواء. ضغط الهواء بيشغل لي التوربين. وبالتالي بتبقى دايرة مغلقة. باخد من اقل نسبة واط لاعلى نسبة واط. زي بالظبط لما بنيجي نزرع حبة قمح على مرحلة مثلا في خلال 3 شهور مثلا بتطلع مثلا كذا سنبلة قمح. لا انا بعمل عملية تصارع للكتلة داخل دايرة مغلقة في جزء من الثانية بيديني طاقة كهربائية متصاعدة. تمام؟ الاختراع هو عبارة عن توربين متصارع بيديني على دينامو والدينامو بيديني طاقة كهربائية بتتخزن في بطارية والبطارية بتطرح الطاقة مرة تانية للكمبريسر. ببساطة مش هينفع ان احنا نشرح الاختراع باستفاضة لغاية ما يعلن عنه ويعترف به من الدولة المصرية. انا بوجه كلام المشير السيسي وبقول له اني انا عملت الاختراع ده يدوي. التوربين ده بس كلفني لوحده ما لا يقل عن 10,000 جنيه. الجهاز كلفني فوق 50,000 جنيه نتيجة تعنت الهيئات المصرية في تصنيع الاختراع معي. ده تاني مرة اصنع فيه الاختراع. اول مرة صنعته في المملكة الاردنية على المية ولكن انا طورت الاختراع وخليته هواء. كده احنا قادرين ان احنا ندي اي عدد ميجا وات كهربا في اي منطقة لاضاءتها وبشكل دائم دون تسخين او دون تبريد او دون تفكيك في دايرة مغلقة. وانا برجو من المستثمرين المصريين ان هم يتجهوا لاستثمار هذا المشروع لتنمية الاقتصاد المصري. في حال تطبيقه هيبقى تكلفة الجهاز قد ايه؟ في حال تطبيقه لو انا عايز اعيد شقة تكلفة الجهاز لا تتجاوز 1,000 جنيه. العمر الافتراضي؟ العمر الافتراضي لا يقل عن 3 سنوات. طاقة دائمة لو كان البطارية جديدة. زي اي جهاز موجود في الدنيا له قطع غيار. اي قطعة غيار بتتلف فيه المفروض يكون له مصنع لتصنيع قطع غياره. تمام؟ انا رجعت مصر بالجهاز ده او عشان اصنع الجهاز ده في مصر عشان افيد به مصر. ورفضت امام الجميع عروض كتير من المانيا وعروض كتير من تركيا وعروض كتير جدا من اوروبا الغربية. واصريت ان انا اصنع الجهاز ده في مصر لان ده جهاز استراتيجي. طاقة بديلة قوية اقوى من الطاقة الذرية. لان يوفر قد ايه طاقة؟ حسب الطاقة المطلوبة ممكن يوفر 1,000 ميجا وات. حسب الطاقة المطلوبة ان انا بعمل كذا جهاز وبعمل اتحاد في الدوائر وبدي بقية دولة كاملة ممكن اقيد بيه دولة كاملة. انا بديكي توربينات شغالة ذاتية. الجهاز الواحد بياخد قد ايه صناعة؟ الجهاز الواحد بياخد قد ايه صناعة؟ لو في مصنع الجهاز خط الانتاج بتاعه ممكن اطلع 100,000 جهاز في اليوم. تمام؟ لو في مصنع ممكن اطلع 100,000 جهاز في اليوم. كومبريسر بيشتغل عن طريق البطارية. بحول انا من دي سي لاي سي. دي سي اللي هي الطاقة المخزنة في البطارية. بحولها عن طريق جهاز بيحولها لي من طاقة ساكنة لطاقة فعالة ان هي تشغل لي الكمبريسر او تشغل لي اي جهاز عايز اشغله. وبالتالي الكمبريسر بيشتغل عن طريق البار ده. الجهاز ده عبارة عن جهاز ضاغط بالبار. يعني الهواء مضغوط. الهواء المضغوط ده بضرب به التوربين ده. التوربين ده مجرد ما ياخد قوة
في هذه الزاوية بيتسارع داخل الدايرة زي ما انتوا سمعتوه، زي ما انتوا سمعتوا صوته بيتسارع باسلوب معين نتيجة التركيبة العامة بتاعت الترس بتاع التوربين نفسه، لانه مكون من عدة معادن. المعادن المكون بها والكثافات بتاعت المعادن دي بتخلي فيه تسارع في الدوران حول محوره، فبالتالي بيأثر لي على الدينامو ده، وبالتالي الدينامو ده باخد منه طاقة دي سي مخزنة تلقائيا اوريدي فين؟ في البطارية. تمام؟ وباخد مرة تانية الطاقة المخزنة من البطارية اطرحها بره، اخد منها استفيد منها بره، او بشغل بها الكمبريسر. ده اسلوب تشغيل الجهاز. VK